خلال نقش على حجر كانوا الشباب والشابات بخوضوا مسار مختلف ونوعي. لما كنا نازلين كنا بنفكر إنه إحنا كنا رايحين نوثق النقوش اللي موجودة على الحيطان واللي بتحمل معنى ديني أو رمز معين في العادات أو بالتراث الثقافي. فاكتشفنا إنه إحنا مش بس نازلين لنوثق النقوش اللي موجودة على هاي المباني القديمة، إنما كمان قاعدين بنوثق النقوش اللي موجودة في ذاكرة الأجداد والأشخاص المحيطين في الشارع واللي مجاورين لهاي القصص. ومن خلال هذا كنا بنكتشف حتى بيوت، يعني كانوا بيحكوا لنا الناس تفضلوا تعالوا احنا في بيتنا في نقش، زي بيت لنزينوي اللي هو كان ضمن اللي موجود بالعروض الافلام. مسار نقش مش بس انه احنا بنروح بنوثق هاي الاشياء، انما كمان لحتى نتعرف عن هويتنا الفلسطينية اكثر وارتباطنا ووجودنا في هاي الارض من خلال مقاومتنا المستمرة مع الاحتلال في عملية تهويد جميع النقوش الأثرية.